يأتيكم بشكل أسبوعي ظهر كل سبت الذي عنوناه باستجواب. فكرة هذا البرنامج أنه سيستضيف بشكل أسبوعي قادة من قادات من قيادات جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وسوف يكون المجال مفتوحا لكم لإثارة الأسئلة والاتصال والتواصل من أجل طرح هذه الأسئلة على القيادات. أستاذ خليل إبراهيم، في البداية مع أول لقاء وأول حلقة من هذا البرنامج، استفسار، يعني أنت أعرف منا بأن الإعلام الحزبي عادة ما يركز على إيصال الرسائل للجمهور، ونحن كما تعلم يعني جمعية الوفاق الوطني الإسلامية تمر وأخواتها في المعارضة بمرحلة حرجة، فلماذا التركيز في هذا التوقيت بالذات على التواصل مع الجمهور وفتح المجال لما قد يسبب أخذاً ورد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بداية أبارك لهذا الشعب الطيب بحلول شهر رمضان المبارك وجميع الأمة الإسلامية، سائلا المولى العلي القدير أن يجعل هذا الشهر هو شهر انعطاف في ليس في البعد الإيماني فقط، وإنما على البعد السياسي أيضا، بأن يرتاح وترتاح هذه الأمة من جملة من طواغيتها التي عشعشت على قلوبها وعلى رقابها وعلى مصائرها لعقود من الزمن، وإن شاء الله ببركة هذا الشهر أن لا يبقى معتقل ولا تبقى أم تنتظر ابنها في السجون، ولا تبقى طفلة أو طفل ينتظر أباه أو أمه في السجون. ونعلم أن في البحرين هناك 3 حرائر مسجونات، وهناك أكثر من 1200 سجين، هناك أمهات تنتظر، وهناك أمهات عند كل لقمة في الإفطار أو عند السحور وعند الصلاة تدعو لا شك أن يفرج الله عن أبنائهن وفلذات كبدهن، وأيضا لا شك أنها تريد من الله أن ينتقم ممن ظلم هؤلاء ويفرج عنهم. بداية الأمر عندما نتحدث عن إعلام حزبي، وخصوصا هذا الحزب أو هذه الجماعة السياسية تحمل قضية وطن، لذلك هي تحتاج أن تتعاطى مع هذه القضية بكل أبعادها وتوصل هذه القضية إلى أبعد مجال. لذلك تفاعل الجمهور وجمهور الوطن الذين ينتظرون حلا عادلا لقضيتهم لمطالبهم يتطلعون بشوق إلى ما هي آخر يريدون أن يمتحنوا هذه القوى السياسية في إخلاصها الوطني، في حقيقة دفاعها عن هموم المواطنين وجماهير هذه الثورة. لذلك التواصل جزء مهم من العملية السياسية الكبرى. أحسنت أستاذي. طبعا السؤال الذي رائج في الشارع اليوم، خصوصا بعد التضييق الذي حدث على فعاليات المعارضة، مناطق البحرين في كل الصراعات هناك جزء ميداني وجزء سياسي وجزء نفسي. السلطة عندما انهزمت في الميدان هي حاولت في 17 فبراير أن تقمع التواجد في الدوام في 2011، ثم انكسرت، فعاودت الكرة في 15 مارس، وثم انكسرت ورجع الناس بأقوى مما كانوا في الشارع. الآن هي تحاول بأساليب مختلفة أن تخفي مظهر من مظاهر الثورة، وهو التواجد الحركي في الشوارع والميادين والساحات. هي تعتقد أن إذا أخفت هذه المظاهر هذا سيوفر لها مخرج لحفظ ماء الوجه، أنها عندما تقدم على أي حل سياسي أولا أنها لم تكن أو لم يكن هذا الحل السياسي وليد ضغط شعبي. هذه العقلية البدوية لأتكلم بصراحة، هي تعتقد أن إذا خاطبتها
من خلال الجمهور ومن خلال العلن هي إهانة لها، وإذا خاطبتها بالتملق هي النوع الصحيح الذي يمكن أن تتجاوب معك فيه في درجة من الدرجات. لذلك هي تعتقد أن لحفظ ماء وجهها يجب أن نخفي هذه المساحة من الحركة الشعبية، ونقول أننا أو السلطة يعني تقول كما بدأنا 10 سنوات قبل الربيع العربي في مشروع الإصلاح، هذا استمرار إلى مشروع الإصلاح وليس له علاقة لا بالربيع العربي ولا بحركة الشارع. النقطة الثانية التي تريد أن توصلها أن المعارضة عندما تأتي إلى الحوار، إذا عقد حوار، ستأتي ضعيفة لأن لا يوجد أي حراك شعبي. وأنا قلت قبل ليلتين أن هذا أيضا من الحسابات الخاطئة، وأنما المعارضة ستذهب بقوة الآن وبتفاصيل أكثر تعقيدا مما كانت عليه لو كانت في 14 فبراير. لذلك هي تعتقد أن إخفاء وجه من أوجه الحركة الشعبية والثورة كما شرحتها في قبل ليلتين أنها حقيقة ثورة وأعظم ثورة في البحرين من الربيع العربي، إذا ذهبت إلى حل سياسي. النقطة الأخرى التي تحاول أن تبلور من خلالها أن المجتمع الدولي لا يقول أن هناك حراك في البحرين فلا يضغط على السلطة لحل سياسي عادل، وإنما إلى ترقيعات، دعني أقولها ترقيعات وليس إصلاحها، لأن إذا كان هناك زخم شعبي المجتمع الدولي سيضغط أكثر، إذا لم يكن هناك زخم شعبي سيكون أقل. لذلك نحن عندما قلنا باقون في الساحات والميادين سنكون في الساحات، يمكن ظروف شهر رمضان والصيف الآن لا توفر أرضية صالحة، رغم أن ما شاهدناه أمس كان حقيقة لا يقل زخما عن 9 مارس ولكن بطريقة أخرى. يعني أستاذ خليل دائما تتحدثون عن حوار، هل تستبعدون الضربة الأمنية؟ لا تتوقعون أن تكون هناك ضربة أمنية خصوصا بعد استهداف الجمعيات؟ يعني أتت الضربة بشكل ما على بعض الجمعيات السياسية ومنها جمعية أمل؟ نحن في حل سياسي أمني متواصل، ولا أفهم ما معنى الضربة الأمنية غير ما يحدث الآن، هي جزء من حل سياسي شامل. إذا كان الحديث عن ضربة أمنية بمعنى اعتقال قيادات بارزة في الوفاق أو ما شابه، أو أن يذهب الحكم إلى مثلا طلب حل جمعية الوفاق أو جمعيات أخرى بعد حل جمعية أمل، هذا وارد في الحسبان، ولكن كل هذه الخطوات لن تقدم للحكم شيء على أي صعيد سياسي عندما نأتي إلى الحل السياسي. ودعني إذا لم يكن هناك سؤال في المستقبل عن هذا، الآن انكشف وضع الجيش. الجيش في كل الدنيا هو محايد ولا يدخل على الاشتباكات الداخلية والأمور الداخلية. الآن الوضع، وضع الجيش انكشف أنه لثلاث مرات، في 17 فبراير، في 15 مارس إلى ما بعد السلامة الوطنية، ولا زال الجيش يتدخل في الشؤون الداخلية في البلد. هذا يطرح سؤال في طاولة الحوار أو في الحل السياسي الشامل، أين موقع الجيش؟ سابقا في قبل 14 فبراير قد نؤجل هذا الحديث إلى ما بعد ونقول أن الجيش سننظر في وضعه. الآن أصبح وضع الجيش أولوية من أولويات المنظومة الأمنية. الأمن، كيف أن الأمن يحاصر أغلب قرى البحرين؟ يعني أصبح الأمن اليوم لا يوفر الحماية لأغلب سكان البحرين. إذن أصبح الأمن، موضوع الأمن والمنظومة الأمنية بتفاصيلها واحدة من أولويات النقاش في أي حل سياسي وأي حوار. هم يعقدون على أنفسهم ما كان في السابق ممكن أن يؤجل إلى يعني تفاصيل الحل السياسي ومنظومة الحل السياسي، وبعد ذلك ندخل في تفاصيل هم يعتقدونها خطوط حمراء. الآن هم قربوا الخطوط الحمراء وجعلوها أولويات بالنسبة إلى الحلول السياسية. ما عاد الحديث اليوم يتحدث عن فقط الحكومة المنتخبة والبرلمان والدوائر، أصبح الأمن والمنظومة الأمنية التي كان ممكن
أن تؤخر في 14 فبراير 2011 لو كان الحديث فيها أصبحت الآن من الأولوية؟ أستاذ خليل، هل يعني ما هو خطابكم للذي يراهن على أن الضربة الأمنية خطوة من الممكن أن توقف هذا الحراك الشعبي وأن تجهز عنه؟ يعني في مفهوم البسيط للعسكرة والعملية العسكرية، أن أي مفهوم عسكري أنك تدخل حرب لتفرض واقع وثم تتفاوض، يعني ما لا أحد يذهب إلى حرب فقط لأجل الحرب، وهذا يمتد إلى الحل الأمني. الحل الأمني يأتي من هذا المنطلق، أنك تستخدم الحل الأمني لتضرب قيادات، لتحاصر مجتمع، وثم إذا أردت أن تفرض حلا أن يكون هذا الحل بعد الحل الأمني. هذه العقلية هي عقلية خاسرة، خسرت في تونس، خسرت في مصر، خسرت في إيران سابقا، خسرت في ليبيا، خسرت في سوريا، وتخسر الآن. حتى الثورة التي تنتهج العنف هي تخسر أيضا، لذلك نحن نصر على السلمية وما شابه من هذا المنطلق. الحلول الأمنية أو الحلول العنيفة من المعارضة أو من السلطة هي لا تقدم شيء لأي من الطرفين الذين يستخدمون هذه الحلول. لذلك نقول في نهاية المطاف كل ما تقوم به السلطة من حلول أمنية وزيادة في القبضة الأمنية هو يعقد الحل السياسي ويزيد تكلفة الحل السياسي على السلطة وليس على الشعب. أحسنت أستاذ خليل إبراهيم، شكرا جزيلا على هذه الافتتاحية. الآن سوف ننتقل إلى اتصالات الجماهير والمتابعين، يمكنكم الاتصال عبر الفيسبوك أو التويتر أو سكايب حسب العناوين المعلنة في صفحات الوفاق عبر مواقع التواصل الاجتماعي. قبل ذلك نذهب إلى فاصل قصير ونعود بجدد. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، عدنا مجددا لنفتح المجال لكم للأسئلة والاستفسارات. المجال مفتوح لكل أنواع الأسئلة ولكل أنواع الاستفسارات من كل الأطراف ومن كل الأطياف ومن كل مكان كان، ولا سقف للحوار إلا سقف الأدب والاحترام. نبقى في البداية مع أول الاتصالات، والأخ عبد الله جواد عبر السكايب فليتفضل. مرحبا أخ عبد الله، هل تسمعني؟ أخ عبد الله جواد، إذا هناك متصل آخر يتفضل. للأسئلة والاستفسارات عبد الله جواد أو أي متصل آخر أرجو. يبدو أن هناك خللا ما. أنتقل إلى سؤال وردني من الأخ علي أحمد، يقول لماذا لا تطالب لا ترفع الوفاق سقف مطالبها إلى ما هو أعلى من رئيس الوزراء، خصوصا وأن هناك أشخاص في مراتب أعلى متورطين بجرائم أكبر. أيضا الأخ محمد هادي يقول الإعلام ذراع مهم لكل تحرك وضعفه قد يجهز عليه، ورغم تميز إعلام الوفاق لأنه متوقف عند حد معين، كيف تعالجون ذلك؟ الأخ هزيم رحمة يقول من أي منطلق تقولون أن الأقلية في البحرين تطالب بإسقاط النظام؟ تفضل. السؤال الأول، نحن طرحنا رؤية متكاملة للحل في البحرين، هي هيكلية للنظام وليس رؤية للأشخاص. يعني الوفاق والمعارضة لا تنظر إلى لدي مجموعة من الأشخاص وأريد أن أوزرهم وأريد أن أضعهم في مواقع معينة. الوفاق والقوى المعارضة تنظر إلى وطن وتنظر إلى مطالب أمن وعدالة وشراكة وعدالة اجتماعية وتوزيع عادل للثروة وسلم أهلي،
كيف يحقق هذه المطالب من خلال نظام سياسي وليس من خلال لدي مجموعة من الأشخاص أين أذهب بهم؟ أخذ هذا الشخص رئيس الوزراء أو غيره وأذهب أضعه في التقاعد أو أضعه في منصب معين. هذا ليس هم الوفاق ولا المعارضة، همنا كيف أن نصيغ ونهيكل نظام سياسي يحفظ لكل بحريني الأمن والعدالة ونصيبة من الثروة والاستقرار والتنمية والمساواة والفرص المتكاملة. لذلك عندما نتحدث أو يتحدث أحد أن سقف الوفاق هي في إقالة رئيس الوزراء، هذا خطأ. في كل الاضطرابات الداخلية في أي بلد عندما يكون إخفاقات وفساد في الحكومات، أحد المطالب تكون في إقالة الحكومة واستبدال الحكومة بحكومة جديدة. فهذا ليس هو المطلب المحوري، وإنما هو مطلب مرحلي على أساس أن تشكل حكومة انتقالية، حكومة ائتلافية، حكومة انقاذ وطني، بكل التعابير الموجودة، ولكل تعبير هناك مفهوم ودلالة سياسية، ولكن هي خطوة من خطوات الحل السياسي وليس كل الحل السياسي. موضوع الإعلام طبيعي، موضوع الإعلام مهم جدا، ولكن بالإمكانات الموجودة لدى جمعية الوفاق ولدى المعارضة، بالمحاصرة التي تحاصرنا الدولة، السلطة في البحرين وكما قلت مرارا في تويتر وبعض المشاركات أن هي عائلة تسيطر على كل السلطات وكل المقدرات وكل الثروات في البحرين، ولذلك تحاصر كل الشعب البحريني بقواه المختلفة. وكأنك إذا أردت أن تبسط المسألة أنه حزب حاكم كما كان مبارك لديه الحزب الوطني الحاكم، وكما في اليمن الحزب الحاكم، وكما في تونس وكما في غيرها، أنهم يسخرون كل ذلك ويستجلبون أنصار إلى هذا الحزب الموالاة يعني باصطلاحنا من مقدرات هذا الشعب ومن مقوماتهم في سيطرتهم على هذه المقدرات والسياسات والسلطات. لذلك هي تحاصر المعارضة إعلاميا، فلا تجد المعارضة موجودة في الإعلام الرسمي، تشتري ذمم كثير من الصحفيين، فترى 6 صحف موالية للحكم وليس موالية للشعب، وما لا يوجد إلا صحيفة واحدة. وكالة أنباء البحرين التي يفترض أن تكون هي وكالة للجميع لا تنقل إلا أخبار السلطة وبالطريقة التي تريدها السلطة، تلفزيون البحرين وإذاعة البحرين. عندما تقول تلفزيون البحرين لماذا لا تقول تلفزيون آل خليفة أو تلفزيون السلطة؟ لأنك تحتكر كل شيء. لو كان فعلا تلفزيون البحرين أو إذاعة البحرين أو ما شابه لرأينا أن كل بحريني يستطيع أن يصل إلى هذا الإعلام. لذلك بالإمكانات المتوفرة هي قادرة المعارضة والوفاق تحديدا إلى أن تصل إلى كل العالم، وكل العالم يتعاطى معها. لو أتيحت لها فرصة أفضل لكان طبيعي أن إعلامها سيكون أكبر. عندما نتحدث عن إسقاط النظام وإصلاح النظام ونتحدث أن الغالبية والأقلية، الآن هذا الحديث يتراوح من 14 فبراير 2011 إلى الآن، وندخل في سجالات من يريد، من هو الغالب في إسقاط النظام أو إصلاح النظام. أنا أعتقد كما قلت قبل ليلتين أن النظام في البحرين ليس نظام يعني بمعنى المنظومة التي ممكن أن تطلق عليها نظام حقيقي، وإنما نظام شكلي. كل السلطات بيد الملك، كل السلطات بيد العائلة المالكة، كل الثروات بيد الملك والعائلة الحاكمة أو المالكة، سميها ما شاء، عائلة آل خليفة ممكن يكون أدق، وهي تعطي بعض الفتات إلى المقربين منها. يعني التشريع بيد الحكم، التنفيذ بيد الحكم، البلديات بيد الحكم، القضاء بيد الحكم، الإعلام بيد الحكم. فعن أي نظام نتحدث؟ فعندما يأتي، ونقلت هذا في الدوار، عندما نقول إسقاط النظام بمعنى هذا النظام، النظام القبلي، نظام الحكم الواحد، نظام ما شابه، فعلا هناك إسقاط لهذا النظام، إسقاط لنظام القبيلة، وإسقاط لنظام الشخص والفرد والنظام المطلق، وإعادة هيكلته. هذا لا خلاف عليه. ولكن عندما تقول أن إسقاط النظام بمعنى رحيل عائلة
أو حتى العائلة الحاكمة أو ما شابه. هناك تعقيد في البحرين، ولا أعتقد أن الغالبية تريد هذا الحل. هي ممكن أن تتعاطف مع هذا العنوان بسبب الظلم وما شابه، ولكن تعقيدات الأمور ليس في البحرين فقط، في المنطقة، ودعني أفصل قليلا في ذلك. عندما نقول إسقاط النظام في مصر، ما الذي سقط؟ سقط مبارك فقط. وعندما نقول إسقاط النظام في تونس، سقط بن علي فقط، ولكن النظام لا زال قائم. الآن في خطوات لإعادة هيكلة هذا النظام، فلا نذهب بعيدا ونقول المصريين أسقطوا النظام وهناك ثورة بمعنى إسقاط وتغيير جذري. لا، ينتقلون من جمهورية في داخل إطار الجمهورية إلى جمهورية. هم مروا بإسقاط الملكيات سابقا، يعني ممكن من 50 أو 60 سنة، وبعد ذلك ذهبوا إلى الجمهورية. الجمهورية التي أنشئت لم تكن جمهورية شعبية، وإنما تسلط عليها الجيش. فهناك مراحل. أنا لا أريد أن أطمن النظام أن إرادة الله لن تكون غالبة في نهاية المطاف، أن التحولات في المنطقة لن تكون في صالح هذه الأسرة بهذا التسلط، ولكن أقول بحسابات سياسية ليست في البحرين فقط، وإنما حتى الشعوب الأخرى عندما يتحدثون عن إسقاط النظام في مصر، يعني ليس إنهاء الجمهورية وليس إنهاء كل الأنظمة. هناك جيش في مصر لا زال محتفظ بمكانته عند الشعب، وهناك تسلط من المجلس العسكري على مقدرات القرار السياسي، وهذا يختلف عن أن تريد أن تحل الجيش وتقوم بجيش آخر. ما قلته مقدمة في تعقيدات الحل السياسي في البحرين، الجيش في البحرين لا يقوم بدوره بحماية الشعب، بل يتدخل في النزاعات الداخلية. هذا يحتاج إلى حل. هذا عنصر من عناصر القوة لدى العائلة المالكة. يعني إذا ذهبت أنت تريد أن تزيح العائلة المالكة من الحكم، يعني أنت ستواجه هذا الجيش وامتدادات هذا الجيش في القوى الخليجية، يعني المنظومة الخليجية كلها لن تسمح حتى وإن هزمت هذا الجيش. والمفردة من السلمية هي أنك لا تستطيع أن تقارع جيش وتقارع قوى أمن غير بحرينية في مجملها، وتريد أن تقارعها بغرشة مولوتوف. هذا لا يمكن. لذلك السلمية سنتحدث عنها لا شك، ولكن أقول أن عندما نقول إسقاط النظام وإصلاح النظام، نحن نتحدث بمسؤولية وبواقعية، لا نغيب العنصر الغيبي والإرادة الإلهية والتطورات وسنن الكون، ولكن علينا أن نسير بما ليس ما يمكن أن نحققه. ما لا يستطيع أحد أن يقول لنا أنتم خرجتم عن كل الحسابات الموضوعية والعقلانية وذهبتم في حالة انتحار وليس في حالة تحقيق مطالب. نبقى مع الأخ عبد الله جواد في مداخلته. أستاذ عبد الله تفضل. ألو، تفضل. أنت على الهواء، تفضل أستاذ عبد الله. ألو، السلام عليكم. أستاذ تسمعني؟ واصل عزيزي، تفضل. إيه. أستاذي، أول شيء أشكركم على هذا البرنامج اللي وهذه يعني الطريقة اللي راح تقرب وجهات النظر أكثر وتقرب الجمعية من وجهة نظر الناس. ومع هذا التجاوب السؤالي بس بغيت أسأل، هل من ضمن برنامج الجمعية محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات؟ يعني احنا سمعنا انتهاكات كثيرة صارت في البحرين، وإذا بنرجع إلى انتهاكات التسعينات نشوف أن المسؤولين اللي قاموا هذه الانتهاكات ما تمت محاسبتهم، فهل هذه المرة يحاسبون أو لا؟ ما أدري، سمعت سؤالي؟ أستاذ عبد الله يتحدث عن محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في برنامج جمعية الوفاق الوطني الإسلامي.
نحن مسؤوليتنا في هذا الإطار في توفير النظام السياسي، ومن ضمن هذا النظام السياسي القضاء العادل والمستقل، ومسؤوليتنا الأخرى أن نرعى المنتهكة حقوقهم ونوثق هذه الانتهاكات ونعمل بما نستطيع على أساس أن لا يفلت أحد من العقاب. ولكن المسألة الجوهرية في محاسبة كل المنتهكين لحقوق المواطنين من أي طرف كان هي تبدأ من المنتهك حقه، هو الذي يوثق يقوم بالإجراءات الأساسية. الآن كثير من الناس ليس لديها ثقة في أن هذا التوثيق ممكن أن يأتي له بإنصاف، وأنا أقول لا، أنت مخطئ، أنت تسيء إلى حقك في المستقبل. أنت وثق اليوم وعندما يتوفر القضاء، لأن الجرائم لا تسقط بالتقادم، أنت وثق اليوم وإخلي مسؤولية من أنك وثق. النقطة الثانية، إذا كان هناك سبيل من الذهاب حتى إلى هذا القضاء الغير عادل الذي ينظر إليه كثير من المواطنين أنه غير عادل، اذهب لتوثق أن هذا القضاء غير عادل. بعد ذلك نحن نستطيع في المعادلة السياسية أن نثبت للداخل والعالم أن هذا القضاء غير عادل ونحتاج إلى قضاء عادل. بهذه التراكمات إذا وصلنا إلى القضاء العادل، من مسؤولية المنتهكة حقوقهم أن يتقدموا، لأن أنا لا أستطيع أن أقول أن أريد أن أقاضي من قتل الشهيد علي مشامع إذا والده، إذا ولي الدم يقول أنا عفيت عن قاتل ابني على سبيل المثال، أو أني أنا مستعد أن أقبل بالتعويض أي شهيد يعني. إذا لأن ولي الدم هو العنصر الأساسي في المقاضاة، وأيضا الذي عذب والذي ينتهك حقه وما شابه، كل هؤلاء هم الأصل في متابعة هذه الانتهاكات ومتابعة المعذبين. نحن نحتضنهم، نوفر لهم الدعم اللوجستي، المحامين، الرعاية، ما شابه، النظام السياسي وهو أهم شيء، الذي به نظام عادل للمقاضاة، وعند ذلك يتحقق. ونحن أيضا في هذا المشوار إلى أن يتحقق ذلك مستعدين أن نحتضن هؤلاء المعذبون وعوائل الشهداء إذا كانوا يرغبون في الذهاب إلى محاكم خارجية وليس فقط على مستوى محاكم الداخلية. ما أريد أن أقول، نحن مع الضحايا وسندافع عنهم وسنوجد لهم إن شاء الله النظام القضائي العادل وأي سبيل للمقاضاة لهؤلاء المجرمين، ولكن المسؤولية الأولى تكون على عاتق الضحايا وذويهم في الأساس، لأنهم من يمتلكون المادة التي تدين هؤلاء الذين اعتدوا وأجرموا. شكرا أستاذ خليل. أحد المغردين يسأل، يبارك عليكم بالشهر، ويقول هل كانت هناك لقاءات بين الجمعية ومسؤولين من دول خليجية الوساطة، ويقول بالتحديد على سبيل المثال دولة الكويت. أيضا مسؤول أو محمد هادي يسأل عن الشح في تنوع الفعاليات، وأن كل تحرك يحتاج إلى أن يطول أمده، ما هي الأفكار القادمة للفعاليات مستقبلا؟ المعارضة ليس تحديدا الوفاق، والوفاق بالأخص تعمل كخلية نحل بالتواصل المحلي والعالمي ومن ضمن التواصل الخليجي، يعني نحن نلتقي بكل الأطراف التي ممكن أن نصل إليها، ليس تحديدا الكويت وغير الكويت. فلقاءات سواء كان بالسفارة أو بالسفير أو بالمسؤول أو بما شابه. لدينا قضية عادلة، وهذه القضية العادلة تحتاج أن توصلها إلى أكبر قدر من المحيط الذي يتفاعل مع الوضع البحريني. يعني لا يمكن أن أختصر الحراك السياسي على الفعاليات الجماهيرية وفي الإطار الداخلي، هذا فشل. إذا فقط نحن اهتممنا بالوضع الداخلي وباللقاءات الداخلية، هذا يعتبر فشل ذريع وعدم إمكانية للمعارضة بأن تصل. الحمد لله أن المعارضة وصلت إلى يعني أطراف العالم السياسي، يعني
كل أطراف العالم السياسي، ولعل ما تشاهدونه أو تسمعونه من بعض التعليقات من إخفاق إعلامي لدى السلطة يقوله الموالون وغير الموالون والسلطة نفسها، ولعل الحركة حركة التوزير الأخيرية ثلاثة وزراء دولة هي ليست عملية فقط لحقوق الإنسان أو ما شابه، هي كلها في التواصل سواء كان على مستوى السياسي الدبلوماسي أو على مستوى الحقوقي أو على المستوى الإعلامي، لأنهم شعروا بتفوق المعارضة بكل أطرافها وكل شخصياتها الحقوقية وليس فقط المؤسسات المعارضة كالناشطة مثلا مريم الخواجة ولميس ضيف أو ما شابه، ندى الوادي في أمريكا، في كل محل تجد بحرينيون يتحركون حتى من ذاتهم يتحركون على إيصال صوت المطالب الحقة للبحرين. هذا الفشل هو الذي يجعل من السلطة في وضع سيء جدا. لذلك أرجع إلى نص السؤال، أن نعم نتواصل مع كل من استطعنا أن نوصل صوتنا له، وهذا لا يضر بالحركة وإنما يقوي الحركة، لأن السلطة تريد أن تشوه صورة الحركة ومطالب الحركة وإمكانية تحقيق حل سياسي، وهو جزء هذا التواصل هو جزء من أولا من التعريف بالمطالب والحلول، وثانيا من إيجاد ضغط على هذه السلطة بحيث أن تتجه إلى الحل السياسي. أحسنت. مغرد يسأل يقول: ناديت قبل يومين التوافق الشعبي، ألا تعتقد بوجود أطراف شعبية ذات امتياز ستمنع الحل الحقيقي؟ لا أعلم بالضبط ماذا يقصد بالأطراف الشعبية، قد يكون السؤال متشعبا نوعا ما. أيضا أحد المغردين يسأل: أود أن أعلم ردة فعلك الأولى عندما تمت مهاجمة الشيخ علي سلمان. تفضل. طبعا في كل مجتمع يوجد منتفعون من النظام الدكتاتوري أو النظام القمعي أو النظام المستبد الموجود، لا يوجد مجتمع ليس به. في تونس وجدنا حركة مضادة، في مصر، في ليبيا، في اليمن، في كل مكان هناك منتفعون، وهناك من يعتقد أن هذا النظام هو أفضل له وهو الحماية. ودعني أفصل في هذا الموضوع. يعتقد خطأ شركائنا في الوطن أن بقاء هذه السلطة بهذه الطريقة هي ضمان لهم أكثر من أن إذا تحول الوضع في البحرين إلى حكومة منتخبة وبعنوان الغالبية والأقلية وسيخسرون هذه الامتيازات. ما هي الامتيازات التي تقدمها السلطة إلى شركائنا في الوطن أكثر من النهي إن هي تأخذ بعض الموالين لمنافع خاصة ولا يهتمون بالمصالح العامة من نفس الطائفة أيضا؟ دعني أفصل. هل الوزراء الموجودين الآن في الحكومة يمثلون الطائفة؟ دعني أقول بصراحة، يمثلون أي من الطائفة السنية أو الطائفة الشيعية؟ لا الطائفة السنية اختارت الوزراء ولا الطائفة الشيعية اختارت الوزراء. هل هؤلاء يدافعون عن مصالح هذه الطوائف؟ لا أبدا. يعني الإسكان المحرق، ديار المحرق عندما سرقت، أرض الزلاق عندما سرقت، هاي لا تتكلم عن أرض للطائفة الشيعية بالمصطلح الطائفي الذي يحاول البعض أن يتحدث فيه. فالإسكان على سبيل المثال والأراضي على سبيل المثال هي ليست أراضي للشيعة وأراضي للسنة، أراضي لكل الوطن، ولكن في المناطق السنية. فهل الحكومة القائمة والوزراء الحاليين حافظوا على أراضي السنة فرضا على أساس أن لذلك نريد أن نبقي هؤلاء الوزراء وهذا الأسلوب من التعيين؟ أبدا. هل صيغة البرلمان استطاعت أن تدافع عن شرف أهل المحرق عندما قالوا أن هناك مرتزقة المحرق وأن البرلمان ما في رجاجيل؟ فهذا البرلمان إذا لم يستطع أن يدافع عن المحرق، بس اللي قادرين عليه أنهم يأخذون الأستاذ نبيل رجب بتلفيقة كيدية، فهذا البرلمان هل هو يدافع عن مصالح السنة؟ والآن هناك 36 نائب برلماني سني. إذا أردنا أن نتحدث بشفافية، فلا الصلاحيات
ولا حتى التركيبة عندما جاء 36 أو 34 إذا كنت دقيق 34 من الطائفة السنية، أين هي الدفاع عن حقوق السنة في البحرين والبرلمان كله أو غالبيته من الطائفة السنية؟ لم يدافعوا عن حقوق الطائفة السنية، فلذلك يحتاج هذا البرلمان إلى عادة هيكلة ليكون حقيقة التمثيل الشعبي للسنة وللشيعة من خلال دوائر عادلة ومن خلال نظام انتخابي لا يتد. صحوة الفاتح أيضا قالوا، شباب صحوة الفاتح في تجمعهم قالوا لا نريد أن يفرض علينا ممثلين، هم يقولون ذلك. تقرير الأخير لتجمع الوحدة الوطنية، جمعية تجمع الوحدة الوطنية، يقولون قياداتهم تقول أنها استغلت الحشود السنية للدفاع عن مصالح القبيلة وليس عن دفاع عن مصالح السنة، مصالح الطائفة. هذا ليس كلامي، هذا كلام تقرير، هذا كلام قيادات من جاء بهذا الحشد وثم وجه هذا الحشد لمصالح القبيلة وليس لمصالح السنة. لماذا لا يتم محاسبة هؤلاء الذين اختطفوا الصوت السني والمطالب السنية وجعلوها مطالب للقبيلة وجعلوها مطالب مضادة للمطالب الشيعية؟ لذلك هذه المجتمعات ستبتلى بقيادات لا تدافع عن مصالح المواطنين وإنما تدافع عن مصالحها هي ومصالح من يدفع لها ومصالح من يرزها، باصطلاحنا الشعبي يرزها في المواقع، هي وعوائلها. انظروا إلى عوائلهم، هذه العائلة وتلك العائلة، الذي هو وزير والذي هو وكيل والذي هو في القيادة العامة والذي هو في الحرس الوطني وما شابه، وأين أنتم؟ هذا ملخص الحديث. أما عن استهداف سماحة الشيخ، أنا كنت واضح من كنت في لندن وكنت واضح أن هذه هي محاولة اغتيال، وأن بدأت السلطة في بعد فشلها الذريع في كل محاولات احتواء التحرك الشعبي، بدأت برأس التحرك الشعبي وهو سماحة الأمين العام لجمعية الوفاق. وأنا ذكرت وكنت في تواصل مع الإخوة في الأمانة العامة وقلت أن هذه محاولة اغتيال، وبدأنا تفعيل وليس أقول مرحلة تخطيط لاغتيال القيادات الشعبية. وأقول للسلطة حقيقة أن إذا ذهبت في هذا الموضوع، موضوع اغتيال الشخصيات السياسية، الآن هناك مضايقات وهناك سجن، ولكن أن تنتقل إلى مرحلة اغتيالات يعني أنها تقطع كل الشعرات وليس الخطوط. يعني إذا كان هناك من يحاول لمصالح كبرى في البحرين والاستدامة الاستقرار في البحرين أن يكون هناك تحول سياسي يحفظ للعائلة الحاكمة بعض الصلاحيات التي لا تجور على صلاحيات الشعب، هو يقطع كل هذه الشعرات التي ممكن أن تقنع بها الشعب الذي هو من حقه الأصيل أن يكون هو صاحب السيادة وهو صاحب السلطات بالمطلق، أن يكون للعائلة بقاء. لذلك إذا تمادت هذه السلطة وذهبت في هذا المخطط من خلال اعتداء على القيادات داخل المسيرات أو داخل بيوتهم أو في الشارع أو بفبركات معينة، مهما تكون الآلية سيخسر النظام. إذا بقى في النظام في العائلة الخليفية من عقلاء، يجب أن يكبحوا جماح هؤلاء المتشددين الذين لن يخسروا الوطن فقط، وإنما ستخسر أول من يخسر هي العائلة الخليفية. أحسنتم. أحد المغردين يسأل متى ستعترفون رسميا بأن ائتلاف ثورة 14 فبراير طرف في المعادلة السياسية، وآخر يقول أستاذ خليل تتحدثون في قوى المعارضة عن تغير منظومة حكم الفرد أو العائلة، ألا يستحق منكم هذا الهدف تحركا وموقف أكثر صرامة وجدية من ما يحدث على أرض الواقع؟ جعفر الأسود يقول هل تلجأ الوفاق قريبا إلى عدم التقدم بإخطار لخروج مسيرة أو اعتصام بعد التصعيد الملحوظ من قبل النظام؟ يعني أبدأ بالأخير، نحن ندرس كل الخيارات، ولعلي قلت المسيرات والاعتصامات ليس الخيار الوحيد لإثبات التحرك الشعبي، وما بعد رمضان الآن أعتقد أن
الأحبة سيقولون ماذا بعد رمضان؟ أنا أقول لهم وما بعد شهر رمضان المبارك إن شاء الله، سترون كيف أن الجميع تتحرك وكيف هذا الشعب يلبي النداءات. ولا أقول فقط أن الجمعية تتحرك وقوى المعارضة تتحرك، أن هذا الشعب واثقون منه أنه سيلبي النداء عندما يطلب منه. وأقول لكم انتظروا إلى ما بعد شهر رمضان. النقطة الأولى في موضوع ائتلاف شباب 14 فبراير، قلته سابقا وأريد أن أكرر هذا العنوان: من الغباء، من الغباء الحقيقي ومن الحمق أن نتباهى أو نتضارب، وأن يحاول البعض أن يقول أنا أكبر منك قوة وأنت أقل مني شأنا، وأنت لدينا هدف واحد هو حقوق هذا الشعب. والحركة عندما انطلقت بدعوات شبابية وتركت الجمعيات السياسية لهذه الدعوات الشبابية أن تنطلق، وأحد أهداف هذا الإفساح المجالك لا يقال أن هذه حركة مسيسة من الوفاق أو من الجمعيات السياسية وانطلقت في 14 فبراير. ليس معنى ذلك أن الوفاق كانت في صبات عن الربيع العربي وأن الشباب هم الذين حركوا الوفاق، وليس معنى ذلك أن الوفاق أفهم وأنضج وأنها هي صاحبة الحراك. نقول نحن نكمل بعض، كما قلنا عينان في جسد أو في رأس واحدة لا تستطيع أن تنظر بسوي يعني نظرة سوية بعين واحدة، ولا تستطيع في جسد واحد أن تنظر ولا تسمع أو تنظر ولا تتكلم إذا كنت ستريد أن تمارس العمل السياسي الحقيقي. دعونا نكمل بعض، دعونا نتفق على ما يصلح هذا الوطن بكل فئاته، دعونا نتقارب في الرؤية الاستراتيجية وليس في التكتيكات والتفصيل، هذا ما يهم. هناك مطالب عادلة يجب أن نصل إلى بر الأمان بها، نصل للوطن، كل الوطن. وأنا دعوتي لشباب 14 فبراير والجميع أنه ينظرون إلى الكل، ينظر إلى السني وينظر إلى الشيعي، ينظر إلى المسيحي وينظر إلى اليهودي، وينظر إلى المواطن أو ينظر إلى المقيم في البحرين، ينظر إلى الخليج، ينظر إلى كل المنظومة، يضع رؤية استراتيجية، وثم التفاصيل نختلف في هذا موضوع يختلف. وأيضا السلمية، ولا أريد أن أقفز إلى السلمية، لعل البعض يسأل لماذا أصراركم على السلمية، ولكن السلمية يعني نقطتين استراتيجيتين: البحرين المستقرة والنظام السياسي الذي يأتي بالبحرين مستقرا نفكر فيه بكل هذه العناصر، والبحرين السلمية المسالمة، لأن من ننزلق في العنف يكون مصيرنا مصير ليبيا وسوريا واليمن. لا يمكن أن تحل الأمور حتى وإن وصلت إلى دستور عقدي، ستكون هناك دستور ديمقراطي آسف، ستكون هناك مشاكل. لذلك علينا أن نفكر أننا لسنا متنافسين فضلا عن أن نكون أعداء بين الشباب وبين الجمعيات والقوى السياسية الأخرى. السؤال الثاني أو الثالث هي لا يحتاج منكم هذه المطالب تحركا أكثر، يعني نحن لعل البعض يصف خطابنا بالتصعيد في الأيام القليلة الماضية أو ما شابه، لا هذا ليس تصعيد وإنما هي إيضاح للرؤية. وكلما تقدمنا في هذا الحراك وكلما تأخرت السلطة في الاستجابة هي تضطرنا إلى إيضاح كثير من الأمور التي يمكن أن تكون غائبة على السلطة وعلى الجمهور، في أن إعادة تعريف بعض المناصب مثلا كما ذكرت، يعني الوطن لا يمكن أن يستمر وأقل موظف ناطور في أي وزارة يمكن أن يهين أكبر شخصية. لا يمكن أن نقبل ذلك، لا يمكن أن نقبل أن أي مواطن يذهب ليدفع للدولة بعض الأموال أن يهان وهو يدفع للدولة رسوم عمل أو ما شابه، لأن المواطن الآخر أو الذي وظف للأسف يتعامل معه بازدراء. ففضلا عن أن أحد يستغل منصب القيادي وكأنما يجعل من الشعب
خدم له وليس هو خادم للشعب وحامي للشعب ومعين للشعب على تحقيق الأمن والعدالة وما شابه. هذا يضطرنا الوضع لأن هذه الممارسات أصبحت غير مقبولة، غير مقبولة لا من الأمن ولا من رئيس الوزراء ولا من أي أحد، أن أنت تسخر الشعب وكأنما تريد أن تجعله في سخرة. أنت في هذا الموقع لخدمة الشعب، لتلبية وتحقيق مطالب الشعب وليس العكس. لذلك نحن في حراكنا السياسي واعين جدا وليس متهورين، وأيضا نحمل هموم شعبنا، ولذلك عندما نتعاطى بمسؤولية ومسؤولية حقيقية لا فيها تهور ولا فيها استهانة بما يعاني هذا الشعب. أعزائي المشاهدين، سنعود مجددا إلى أسئلتكم والمداخلة عبر برنامج سكايب، ولكن بعد هذا الفاصل. أعزائي المشاهدين، عدنا مجددا ونستقبل اتصال للأخ علي مبارك عبر برنامج سكايب. أخ علي مبارك تفضل. الأخ علي مبارك تفضل. السلام عليكم أستاذ خليل، مداخلتي راح تكون بشأن منع تجمعات المسيرات في فضل هالتصعيد الهمجي القائمة عليه هذه الحكومة، كيف ستكون استعداداتكم كقيادات في حالة الاستمرار في منعنا من حق التظاهر والمطالبة بحقوقنا؟ شكرا أستاذ علي مبارك. أستاذ خليل، طبعا هذا السؤال مثار من قبل عدة من المغردين عبر برنامج تويتر وأيضا عبر الفيسبوك، يتدور في نفس المجال، ما هي خيارات المعارضة القادمة في حال استمرت السلطة في منع المسيرات؟ قلت سابقا لعلي في طي الكلام ولطلبكم أن أختصر في الإجابات، أن المعارضة بعد شهر رمضان، بعد شهر رمضان، وثقتنا بجماهيرنا أنها حاضرة وستلبي. وأضيف على هذا البعد أن هذا حق عالمي، لا تستطيع أي سلطة أن تحدد للشعب أين يتظاهر ومتى يتظاهر وما شابه. وأضيف على ذلك، السلطة فكرت السلطة أنها إذا منعت التظاهرات في دوار اللؤلؤة، والذي سيعود يوما ما، لا لن أحدد هذا التوقيت، دوار اللؤلؤة، أنها أنهت الاحتجاجات وأن ذكرى أليمة وانتهت، فجاءت الاحتجاجات في كل مكان. البحرين صغيرة جدا، حتى لو أقمنا مهرجانا في الصخير سيكون وقعه العالمي أن هناك شعب يطالب بالحرية، وهذا بالعدد بنسبة الموجودين في البحرين. يعني السلطة لو فرضت حصار على أن، لا أقول أننا سنذهب إلى الصخير، ولكن أقول غباء السلطة حتى وإن أذهبت الاحتجاجات إلى الصخير يكون مفعولها كما هو في قلب العاصمة. البحرين لا يتحدثون عنها أنها مناطق شاسعة على أساس تقول لي أنها خارج العاصمة والعاصمة غير متأثرة، هي ستفرض حالة أن هناك مطالب. لعل إذا ذهبنا إلى الصخير لن تكون المطالبة فقط بأن يكون هناك حل سياسي، لأن ستضطرنا السلطة أن تحرمنا من كل شيء، يمكن أن نبحث عن أشياء أخرى نقولها في الصخير غير ما نقولها في العاصمة. إذا أرادت السلطة أن نتمسك بسقوف معينة فهي لا تمنعنا من حقنا الطبيعي، وبذلك تقول أننا سلطة تعطي المواطن مساحة من هذا الحق. فلذلك لا أحد يقلق، أقول لأحبتنا لا تقلقوا، في فترة الأحكام العرفية قلق كثير من الناس أننا لن نستطيع أن نتظاهر، وكان يريد أن يقارع الدبابة وما شابه. ماذا حدث بعد 3 أشهر؟ حدث أن 9 مارس و 18 مايو و 20 يوليو والشعب حاضر في كل هذه الميادين. هي ستخسر وليس الشعب، لا تقلقوا كثيرا.
عفوا استاذ علي احمد، هل تسمعني؟ يبدو ان هناك مشكله، سوف اقرا بعض الاسئله لحين معالجه الاشكال. المغرد ماجد الشهابي يقول: هل هناك توجه لطرح فكره الاعتصام المفتوح؟ المغرد عمار يقول: لماذا تنكرون الوقائع والحقائق حول طبيعة نظام الفصل الطائفي وتختزلونها في مفهوم الدكتاتورية ومداخلة إبراهيم شريف نموذجا؟ لا أعلم أي مداخلة يقصد بالضبط. سنعود للأسئلة إذا كان الأخ علي أحمد. الأخ علي أحمد إذا جاهز تفضل، أنت على الهواء. استاذ خليل، نعود للإجابة عن الأسئلة. أولا ماجد الشهابي، هل هناك توجه؟ خيارات مفتوحة، اعتصامات مفتوحة وتجمعات ومسيرات سلاسل البشرية وغيرها، نحط شخطتين على غيرها. أي. نظام الفصل الطائفي لماذا تختزلونه في مفهوم الدكتاتورية؟ يعني توصيف ليس يعني دقيقا بمعنى أننا نريد أن نأخذ هذا التعبير أو ذاك التعبير. تحدثنا كثيرا عن البحرين تتجه إلى نظام فصل عنصري، وهذا موجود في الأدبيات، ولكن أريد أن أقول كلمة للأحبة جميعا: هذه التوصيفات هي ليس للاستهلاك المحلي، وهذه التوصيفات أيضا يجب أن تتناغم مع رؤية المجتمع الدولي. يعني لا أستطيع أن أقول أن هناك إبادة جماعية في البحرين يتقبلها المجتمع الدولي. قد أشعر أنا أن هناك اضطهاد، وأن هناك مضايقة، وأن هناك عنف، وأن هناك قتل بطيء، وأن هناك وأن هناك، وهذا شعوري الداخلي، ولكن لا أستطيع أن أسوق ذلك إلى المجتمع الدولي الذي ينظر إلى الإبادة الجماعية على أساس أنها مجازر قتل، لا ينظر إليها على أساس أنها حرمان من البعثات وحرمان من الوظيفة وحرمان من الممارسة الشعائر الدينية وحرمان من الحقوق والحريات والكرامة وما شابه والمضايقة، مع أن هذه مذكورة في تعريف الإبادة الجماعية، يعني التجنيس يدخل فيها وما شابه. ولكن عندما ترفع هذه التقارير إلى المجتمع الدولي وأنت تتعامل مع المجتمع الدولي، يعني في بعض الأحيان يقول الأحبة: نحن لا يهمنا المجتمع الدولي، رضى عنا ما رضى عنا. لا، أنت لست يعني من يريد أن ينشئ دولة في محيط ليس لها علاقة بأحد، فليتحدث أنه ما يهمني كيف ينظر إلي الداخل. أما أن تريد أن تنشئ دولة تتعاطى مع كل العالم، المنظومة الخليجية والمنظومة الإسلامية، المنظومة العربية والمنظومة الدولية، لا، يجب أن تتناغم مع متطلبات هذه المنظومات، ومنها المرحلة الأولى في مخاطبة هذه المنظومات. أنت عندما تقول إبادة جماعية ومجزرة وما لا يصدقك العالم فلا يهتم إليك، أنت تضر نفسك، فلذلك تقول تمييز صارخ أفضل من أن تقول نظام عنصري. يصدقونك في التمييز الصارخ، ولكن لن تتحدث أولا بمصداقية، وثانيا بما يمكن أن ينظروا إليك العالم. لماذا العالم الآن، ولو أطلت يعني، لماذا لا يقولون أن في البحرين ثورة؟ لأن مشكلة البحرين أن السكان بها 600,000، فلا ينظرون ملايين نزلت إلى الشارع، لا ينظرون إلى النسبة. لذلك نحتاج إلى كيف نخاطب العالم لكي ينصرنا العالم ولا يكون ضدنا العالم. صحيح. سوف أخذ مداخلة عبر سكايب الأخ مهدي، إذا الأخ مهدي جاهز يتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. كل عام وأنتم بخير بحلول شهر رمضان الكريم، وتحياتي للأخ خليل المرزوق. حبيت بس أسأل سؤالين بسيطين. من أي منطق
يعني تقولون أن الأقلية في البحرين تطالب بإسقاط النظام القطفي، ومتى سوف نرى تصعيد حقيقي بعد منع الفعاليات الإسلامية؟ يعني متى سوف نرى الإضراب مثل يعني كفعل إضراب؟ لأننا خلال سنة ونص تقريبا لم نرى من أي تصعيد حقيقي. تحياتي إلى الجميع. الأخمادي كان يتحدث في السؤال الأول عن لماذا تقولون الأقلية يطالبون بإسقاط النظام، وهذا السؤال طرحناه في بداية اللقاء نفس نص السؤال تقريبا. السؤال الثاني، لماذا لا نرى تصعيدا حقيقيا بحسب وجهة نظره؟ أيضا هناك سؤال يتحدث عن من الأخ عمار أحد المغردين، يقول تعليقكم للإضراب والذي دعم قرار الاتحاد العام ألم يسبب كارثة للأمة؟ يقول ألا يستحق ذلك اعتذار؟ عندما نتحدث عن إسقاط النظام وإصلاح النظام، وذكرت أنا بالتفصيل، علينا أن نستوعب ماذا نعني بإسقاط النظام وإصلاح النظام. هذا بس للأخ مهدي. وقلت أن تفاصيل النظام السياسي في البحرين يحتاج إلى تغيير جذري، وإذا كان من يتحدث عن إسقاط النظام بمعنى التغيير الجذري، أن المعارضة تذهب إلى التغيير الجذري في النظام وليس التغيير الشكلي. النقطة الثانية، المعارضة لا تتحدث عن أشخاص، لذلك نحن عندما نتحدث عن إصلاح النظام لا نتحدث أن هذا الإصلاح معناته أن هؤلاء الأشخاص يأتون أو يبقون في مناصبهم أو في صلاحياتهم، لذلك لا نذهب لهذا العنوان. إضافة إلى ذلك، هناك من الشركاء في الوطن من يتحسس من موضوع إصلاح النظام وإسقاط النظام، ويقترب معك في إصلاح النظام بمساحة جوهرية، الرؤية السياسية لجمعية تجمع الوحدة إذا أخذناها، بعض الشخصيات السياسية أو المستقلة تتحدث عن ذلك. فإذا أردنا حلا سياسيا عادلا ويبعث على الإطمئنان والأمن، لماذا لا نأخذ المشتركات؟ دعني أقول شيء هنا، عندما نتحدث عن ثورة، لا أحد يصادر حق أحد في أن يقول ما يريد وسقف ما يريد، ولكن أليس هناك مفهوم أن مصلحة الغالبية أين تكون موجودة لتحقق هذه الثورة؟ مطالب الغالبية العظمى ومصلحة الغالبية العظمى للوطن. أنا أريد ثورة لكي يكون كل إنسان من حقه أن يتحدث بما يريد أو أن يحترم الإرادة الجامعة. إذا قلنا أن الإرادة الجامعة في تعبير إسقاط النظام الذي نسمعه في المسيرات المتكررة بمعنى ماذا؟ بمعنى ذهاب أشخاص أو بمعنى إعادة هيكلة وتغيير جذري؟ أنا متيقن أن التغيير الجذري وليس الأشخاص بقوا أم لم يبقوا، أكيد هناك يعني نوع من الغضب على مجموعة كبيرة من هؤلاء الأشخاص، ولكن لا نضع مستقبل البحرين الذي ممكن أن تجمع عليه كل مكوناته في التغيير الجذري الذي يحفظ حقوق كل البحرينيين ونجعله في مهب الريح، لأنني أريد أن أستخدم هذا التعبير أو ذاك التعبير. دعونا نذهب للجوهر وليس لمظهر وشكل الشعار، وسننجح إن شاء الله. على سؤال الاتحاد العام، الاتحاد العام، تصديقكم على قرار الاتحاد العام موضوع الإضراب، لا، كما قلت سابقا لا يوجد فعالية أو آلية استخدمت أو لم تستخدم سابقا، وسلمية استخدمت أو لم تستخدم سابقا غير مطروحة في النقاش في أروقة من يقرر على الفعاليات القادمة. ما بعد شهر رمضان إن شاء الله ستكتشفون ماذا تعد الجمعية والمعارضة في ذلك. الأخ علي العويناتي يقول عبر الفيسبوك، إحدى الكلمات لسماحة الشيخ علي سلمان يقول إن المعارضة بعد لم تستخدم 50% من قوتها، ونحن نتساءل ماذا بقي بيد المعارضة غير الملف الحقوقي والاعتصامات؟ كثير. يعني من يعتقد، أنا دعني أقول، قرأت مجموعة من الكتب التي تتحدث عن النضال السلمي، Non-Violence, Civil Resistance، وكل هذه الكتب، مجموعة من الكتب، لا أدعي أن قرأت كثير منها. هناك مئات
الفعاليات السلمية أو الأنشطة السلمية التي تسقط دكتاتوريات، ونحن لم نستخدم من هذه الفعاليات، لذلك لدينا فريق يبدع الآن في ابتكار الفعاليات. لن نقتصر، وأنا أقول للسلطة قبل الجمهور، إذا كنتم تراهنون على أنكم بخنق حرية التعبير تخنقون الحركة أنتم واهمون، لأن ستكتشفون أنكم تفتحون الباب لفعاليات أكثر إيلام سلمية أكثر إيلاما، وسترون ذلك إن شاء الله. إن شاء الله. الأخ ماجد العويناتي يقول عبر الفيسبوك: التكليف الشرعي للفرد هو رفض الظالم، والحكومة في البحرين ظالمة، هل أستطيع أن أقول أن السياسة حلت محل التكليف الشرعي؟ ويشير إلى رفع سقف المطالبة إلى كل المتسببين في الإجرام. قلنا سابقا نفس القضيتين، البعد الحقوقي والبعد السياسي. كقوى سياسية هي تأتي بالحل السياسي، منتهك حقوقهم مجتمع من حقه أن هذا الجلاد أو ذاك مثلا أن لا يقبل أن يكون في وزارة، أو أن لا يقبل أن يكون في لماذا نسمع في مصر وفي غيرها محاربة الفلول، أنهم من كانوا في النظام السابق العزل، قانون العزل السياسي وما شابه. هذه المجتمعات بعد أن تنتهي من الحل السياسي هي تذهب إلى هؤلاء الشخصيات الفاسدة الظالمة القاتلة المعذبة، وتستثنيهم من الحل السياسي، وأيضا تذهب بهم إلى المحاكمة. لا نستعجل المعادلة. أنا اليوم لا يوجد لدي قضاء، أنا قلت قبل قليل وثق على القضاء أنه غير عادل. لا، يعني طموحي اليوم عندما تتقدم بشكوى في مركز الشرطة أو في النيابة العامة ليس لأنني واثق من أنك ستحصل على حقك، ولكن أنت تساعد القوى السياسية أن تثبت للعالم أن هذا القضاء غير عادل، فلذلك تساعدني في المطالبة بهيئة قضائية مستقلة تعالج موضوع الأحداث من 14 فبراير إلى ما بعد، إلى أن نصل إلى الحل السياسي وحل قضائي عادل لسلطة قضائية عادلة. فلذلك نحن يجب أن نعمل بكل ثقة أن العدالة آتية. اليوم مقدمة هذه العدالة يجب أن نتجه في التقاضي. لذلك نترك موضوع من سيكون موجود في أي موقع إلى ما بعد الحل السياسي، ليس الآن، لتسهيل الحل السياسي. لأن إذا بدأت من الآن أقول سأحاكم فلان وفلان وفلان ولا أريد فلان وفلان وفلان، قد لا يأتي الحل السياسي بسهولة، قد لا يتعاطف معك كثير لإيجاد الحل السياسي، فهي خطوة سياسية. نقطة ثانية، التكليف الشرعي، أنا لن أتحدث الآن بعنوان متشرع، ولكن يستطيع الأخ السائل أن يسأل متشرعة أين مراتب التكليف الشرعي، الإنكار القلبي اللساني، بعد ثم ذلك يأتي استخدام اليد، هذا في مراتب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهناك تفصيل في هذا الأمر. هناك حياة الأئمة المعصومين عليهم السلام في كيف تعاطوا مع حكومات ظالمة، وكيف كان كل إنسان وكل إمام معصوم وليس خليل المرزوق، كيف يتعامل الإمام المعصوم مع الظروف. وهناك تجارب بشرية إذا ابتعدنا عن المعصوم، لأني ذكرت المعصوم لأنه ذكر التكليف الشرعي، وهناك تجارب بشرية كيف تتعاطى مع المراحل المختلفة والظروف المختلفة. هناك يسمى شيء اسمه انتحار، إذا أنا رحت سأواجه كل الظروف لا تتناسب معي ولا تتناسب مع الحل السياسي الذي أنشده، وأذهب في هذه المواجهة، تسمى انتحار، انتحار سياسي أيضا. وحتى في الدين لا يقبل منك أن تتجه باتجاه الاتجاه يعني الأذى اللي أكثر من الأذى. لعل الإمام الحسن عليه السلام سمي يا مذل المؤمنين من بعض المقربين منه، لأنهم لم يتفهموا لماذا ذهب الإمام الحسن في صلح معاوية، والقصة معروفة، يعني لا أريد أن أدخل في هذا التفصيل. فإذا كان الإمام الحسن
يسمع هذا الكلام، فطبيعي من هو خليل المرزوق والوفاق وغير الوفاق أن تسمع مثل هذا أننا نتنازل عن التكليف الشرعي. الله يحفظكم ويعطيكم العافية. نبقى مع مداخلة عبر الإسكار من أخ رضا علي، فليتفضل. أستاذ رضا علي هل تسمعني؟ ألو السلام عليكم. سؤالي من جزئين. السؤال الأول، كثير من المراقبين وخصوصا البحرينيين يقولون أن الوفاق للأسف تتعامل مع الحكومة ومع المجتمع الدولي بموقف الضعيف، يعني خاصة بعد أن الحكومة ظلت تعاير المعارضة على رفضها مزعم التوصيات ولي العهد، وصارت بعد قانون الطوارئ الوفاق تتعامل مع المبادرات المزعومة بموقف الضعيف، ما يؤثر عليها إن صح التعبير أنها تخدع من قبل النظام أو المجتمع الدولي وبالتحديد الحكومة الأمريكية، بحيث أن سمعنا بغض النظر أنه صحيحة أن مثلا في 14 فبراير 2012 عندما قررت المعارضة التصعيد جاءت مبادرة مزعومة من طرف الحكومة ومن طرف الأمريكان خففت حركها خدعت، وفي مرة ثانية الدعوة جاءت من ديوان ولي من ديوان الملكي للحوار وخدعت. بغض النظر هل صحيح أو دقيق هالكلام، لكن هناك ملاحظة وهذا الكلام. والسؤال الثاني ما بعد رمضان، سمعنا تذكر في 2012 في بداية 2012 14 فبراير كانت الوفاق تقول انتظروا 14 فبراير وش مسار انتظروا. أنا ما أتمنى أن نصير نفس السنة، بحيث أن ما بعد رمضان يجي فدمك أو الجد ويصفق صوت المعارضة وتستمر هذه الحلقة المفرقة. النقطة الأخيرة، أنا لاحظ صراحة من الوفاق أنها للأسف تعتمد في قراءتها للوضع السياسي على نفسها، ورغم أن وجود كثيرين بحرينيين مستقلين يقدمون رؤى منطقية جدا. لا أرى أنا ما أحكم، لكن شاهدتي أن المعارضة لا أراها تستفيد من قراءات محللين بحرينيين. شكرا أخ رضا علي. أنا سوف أحاول أن يعني ما استطعت أن أفهمه من الاستفسارات. الاستفسار الأول كان يتحدث عن أن المعارضة قد تكون قد خدعت من قبل النظام سابقا، وأن النظام قد حاول أن يوهمها بشيء ومن أجل ذلك استطاع أن يخفف من لهجتها، فهل سوف تدخل في هذه الإشكالية مرة أخرى؟ والسؤال الثاني حسب ما فهمته أنه كان يتحدث عن شلون؟ ما بعد رمضان والتجارب سابقة، أن الوفاق قد بشرت بأن هناك خطوات في الرابع عشر من فبراير، في ذكر الرابع عشر من فبراير، ولم يجدوا شيئا على أرض الواقع. الملاحظة الأخيرة لم أستطع أن أفهمها. أنا فهمت الملاحظة الأخيرة، دعني أجيب من الوسط. عندما قلنا في ما بعد 14 فبراير، ماذا عن 9 مارس؟ ماذا عن 18 مايو؟ 9 مارس منعطف غير المنعطف الأولي. 9 مارس لا مدلولات، فمن يعتقد أن المعارضة عندما قالت أن يعني يوم 14 فبراير هو يوم مميز للثانوية، ولكن ليس كل الحراك، وإنما يعني حفظ الأنفس بهذه العقلية العسكرية التي تريد أن تقتل وتبطش إذا ذهبت الناس إلى الدوار، وكأنما الذهاب إلى الدوار. نحن أقول لا أريد أن أقول هذا الموضوع، أجل لعلي لا أريد أن أضعف أحدا. لذلك يعني عندما نقول ما بعد شهر رمضان، ثقوا تماما
أن هناك شيء ما بعد شهر رمضان، وهذا الشيء معتمد على تفاعل الجماهير. أنا لا أريد أن أجازف بشيء ليس لدي ثقة. لو لم تكن للوفاق والمعارضة ثقة في أن هذا الجمهور حاضر يلبي النداء لما أقول انتظروا ما بعد شهر رمضان. فلذلك لا نبخس ما قمنا به في 9 مارس، هذا تحول. لماذا ذهبوا إلى القمع أو حالة الطوارئ الغير معلنة؟ لأن 9 مارس زلزلت أركان النظام من أن هذا الشعب لم يفد معه كل هذا القمع وكل هذه المحاكمات. 9 مارس مفصلية. من صنع 9 مارس؟ شعب البحرين، قادته سماحة آية الله، يعني دعا إليه وحفز إليه والجمعيات نظمت، ولكن الأساس هو الشعب. إذا قلتم لي ماذا تخفي لنا بعد شهر رمضان، أقول ماذا تخفون أنتم للنظام بعد شهر رمضان. نحن سنقوم بالتنسيق، ولكن المفصل والحاكم لما بعد شهر رمضان هو الشعب وليست الوفاق. الوفاق لا تستطيع أن تقدم شيء إذا كان لا يتفاعل معه الشعب. لذلك هناك عنصرين أساسيين، التخطيط والإدارة، وهناك التجاوب وتلبية النداء. حاضرون يا شعب البحرين؟ أنا قلبي وعقلي يقول أن شعب البحرين يقول لي أننا حاضرون. النقطة الأخيرة، يقول السائل حفظه الله أن الوفاق تعتمد على تحليلاتها الخاصة ولا تعتمد على قراءات الأطراف الأخرى المستقلة وما شابه. نحن لا نغفل كل التحليلات، وأنا أقول لك أننا نقرأ تحليلات عن الوضع العالمي ككل. وإذا لاحظت في خطاباتي وخطابات سماحة الشيخ وكثير أننا نتطرق إلى الأوضاع المستقبلية التي ممكن أن تغير المعادلات، ولعل بعض التغريدات جاءت بهذه الصورة، سواء ذهبت المنطقة إلى حرب كبرى أو تسوية كبرى. نحن لا نلاحظ الوضع البحريني، لأن الوضع البحريني صغير ويتفاعل بالمعطيات الإقليمية والمعطيات الدولية. نحن نقرأ الساحة العالمية فضلا عن قراءة الساحة المحلية، ولا نستبعد أي رؤى. قدموا لنا الرؤى ونحن مستعدون أن نتفاعل مع أي قراءة سياسية ونضعها في ميزان التخطيط ما نقوم به. وإذا كان من تقصير نحن نعتذر عن هذا التقصير. إذا أحد أرسل لنا قراءة سياسية ونحن أغفلناها، وأقول للمشاهدين لم نستلم قراءة سياسية ورؤية سياسية للمستقبل بعثت إلينا. إذا أحد من الإخوان في الأمانة أو شيء، أنا لم أستلم شخصيا ولم تطرح في الأمانة أن هناك رؤية مقدمة من أي أحد إلى الوفاق وهي أغفلت. أما ما ينشر هنا وهناك نحترم، نقرأ، نتفاعل مع كأي رؤية ثانية، ولكن نقول نحن نقرأ أبعد من البحرين، مو بس مو قاعدين نقرأ البحرين. السؤال الأول أن الحكومة تضعف الوفاق وأن المجتمع الدولي يضعف الوفاق. من قال أن الوفاق في أي محطة من المحطات تنازلت عن مطلبه؟ ولعلي قلت في مهزة، في لقاء مهزة أو اللقاء الجماهيري في مهزة، أن في إبريل جاء الأمريكان وقالوا ماذا تريدون؟ وقلنا ملكية دستورية. وقالوا هل لازلتم تصرون على الملكية الدستورية؟ قلنا نعم، ونتحدث في السلامة الوطنية. وهناك تهديدات وهناك ما شابه، ولم ننحني في فترة الدبابات التي كانت تجول في مناطقنا، وكان أي إنسان معرض للاعتقال، لم ننحني. اليوم نخاف وننحني ونقول أننا أضعف بعد 9 مارس وبعد ما أثبت الشعب أنه صامت. هذه يعني كبيرة صراحة، أنها كبيرة في حق الجمعية وفي حق قيادات الجمعية، أن هناك من يشكك أن الجمعية تضعف وتضعف الجماهير وتضعف المطال. نقطة ثالثة في الموضوع، عندما ذهبنا إلى حوار ما يسمى بحوار التوافق الوطني، نحن ذهبنا لنثبت الحجة على النظام أنه لا يريد التحاور. الآن هل سمعتون قيادات أو
إدارات دولية كبرى تمدح في حوار التوافق الوطني أو مخرجاته؟ هل سمعتون أن هناك قيادات أو إدارات أو زعامات دولية تمدح في التعديلات الدستورية التراجعية؟ هذا كله يدل على ضعف السلطان، ضعف الوفاق. هذا بخس إلى المعارضة من أنها تضعف. الآن السلطة في موقع ضعف، لذلك هي تأخذ سلامة وطنية اثنين غير معلنة، وممكن يعني أشير إلى ذلك، ممكن أن تستغل بعض الظروف الإقليمية المعقدة وتقوم بحماقات، ونحن نحذرها. أنا أحذر السلطة من هذا المنبر أنها لا تتخيل إذا أصبح هناك إرباك على مستوى المنطقة، حرب كبرى أو حرب صغرى، وأنها ستكون تدخل إلى القرى وما شابه وتستبيحها أو ما شابه بعنوان حماية المجتمع، ستخسر كثيرا. أنا أحذر العائلة الحاكمة إذا تركوا المجال للمتشددين والمتسلطين من أنهم يقوموا بحماقات تجاه الشعب مع تطورات المنطقة، الاحتمال الذي يمكن أن يكون هناك موجود، العائلة الحاكمة ستخسر. ليس أن هناك من يريد أن يراهن أن سأهجم عليهم في قراهم وأقتال قياداتهم وأستبيحهم. هذا معناه نهاية حتمية إلى العلاقة بين السلطة، بين العائلة وبين الشعب. فيحذروا جدا من أي مجازفة حمقاء، هذا الشعب مسالم ولن يدخل في مهاترات وتوازنات محاور إقليمية. نحن من اليوم الأول الذي أنشئت فيه الوفاق وفي الأزمة بعدنا أنفسنا عن أي تدخلات إقليمية، ولا زلنا، ولا يعني يجر البحرين إلى تدخلات إقليمية إلا السلطة، هي التي أدخلت درع الجزيرة ولا زالت متمسكة به، هي التي تحاول أن تزج بالقضية البحرينية في عمقها الإقليمي، ونحن نحاول أن نفصلها، وهي تخاطر إن تركت المجال للمجازفة من هؤلاء الموتورين بأن يرتكبوا حماقات. شكرا أستاذ خليل. سوف نأخذ في الست دقائق الأخيرة مداخلة عبر سكايب للأخ حسين رحمة، فليتفضل. أخ حسين رحمة، أنت على الهواء مباشرة، تفضل. السلام عليكم. تفضل أخي حسين رحمة، نسمعك. أخي حسين رحمة، هل تسمعني؟ يبدو أن هناك إشكالية في الصوت. سوف نأخذ آخر الأسئلة. أحد المتداخلين عبر الفيسبوك يقول: أنت قلت قبل قليل أن العودة للميدان من ركائز النصر، إذن لماذا لا تقومون بمسيرة العودة إلى الميدان؟ أحدهم يقول: تحدثت كثيرا عن موضوع الحوار كخيار، فهل هناك حوار قادم في المستقبل القريب، أو هل هناك ترتيب لحوار قادم؟ طبعا نقول يعني أنا قرأت نص السؤال والتعليق. أنا لم أقول أن العودة إلى الميدان ركائز النص، أنا قلت سنعود للميدان اليوم غدا، هذه ليست هي القضية المحورية، ولا أريد أن أبخس رمزية الميدان وتمسك الناس بالميدان. هذا حق طبيعي لكل المواطنين، موقع للشهداء، موقع للتجمع الأول، موقع لانطلاق الثورة، في كل العالم يحتفون بالجندي الذي دافع، يسمون الجندي المجهول، بنصب معين، وهذا سيكون حق لنا إن شاء الله اليوم أو غدا. هي ليست المعركة، ولا أريد أن أفصل في ذلك لأن بعض الأخوة يعتبرونها بحساسية، ولكن الميدان ستعودون له يوما من الأيام، قبل النص أو بعد النص سيكون هناك تواجد في الميدان. النقطة الأساسية السؤال الثاني
يكون حول موضوع الحوار. المطلوب في البحرين هو حل سياسي. المطلوب في البحرين ليس حوار. المطلوب في البحرين حل السياسي. الوصول إلى الحل السياسي آلية من آلياته تكون الحوار. ولذلك نحن نقول الآن نريد حوار جاد وحقيقي للخروج بحل السياسي. الحل السياسي يجب أن يكون ما يحقق الأمن والعدالة والعدالة الاجتماعية والمساواة والعيش المشترك والرخاء والتوزيع العادل للثروة والكرامة والحرية وكل الحقوق، حقوق العالمية والإنسانية لكل فرد من أبناء هذا المجتمع، المجتمع البحري. أيضا السلطات أن تكون بيد الشعب، كل السلطات بيد الشعب. أساس الشرع، أساس الشرعية هو الشعب، وأساس السلطات هو الشعب. والسيادة في القرارات المصيرية مثل الاتحاد، مثل تغيير نظام الحكم، مثل ما شابه، كل هذه تكون قرارات مصيرية للشعب. الشعب ليس بالأغلبية، الشعب بتوافق، توافق المكونين الأساسيين، ونطرح صيغة هذا التوافق. نحن نريد أن نبني وطن يتعايش فيه السني والشيعي والمسيحي واليهودي، وأيضا من استحق الجنسية عن حق، والذي يقيم يعمل هنا في البحرين بأمن وأمان وعدالة. لا نريد أن نبخس حق أحد، ولا نريد لأحد أن يستأثر، سواء غالبية أو أقلية، أقلية سياسية أو ما شابه. أن هذا القرار وهذه السلطات تكون حماية لهذا الشعب، كل الشعب. هذا النظام السياسي الآن أتى بالحوار، أتى بطريق ثاني. مثلا طرحنا بداية المجلس التأسيسي، وهو خيار لا زال قائما أن نذهب إلى خيار المجلس التأسيسي. وطرحنا، ويمكن أن نطرح قضايا أخرى، البحرين قد تضطر، السلطة في البحرين قد تضطر، التدخلات الخارجية ليست العسكرية ولكن السياسية بغضائها، لأن من يرفض الحوار الآن سيضطر إلى تغيير آلية الوصول إلى الحل السياسي بآليات سياسية أخرى. فالسلطة هي التي تعيق الحلول وتعيق أيضا الاستفادة من الحوار. فالحوار ليس الهدف، الحوار هو أحد الوسائل التي تحقق طموحات الشعب وتحقق النظام السياسي. وبعد أن نتفق ونصيغ هذا النظام السياسي في صيغة دستورية جديدة، يبقى لدينا مشوار طويل في تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة والعدل والقضاء المستقل. لا أحد، هذا ما يقول النظام أن الديمقراطية لا تأتي في يوم وليلة. نعم، الديمقراطية لا تأتي في يوم وليلة، ونحن نعي ذلك، ولكن يجب أن يكون هناك القالب الديمقراطي الذي به تفصيل للسلطات وشرعيتها وصلاحيتها والتوازن ما بينها وتمثيل الشعب فيها، وأن لا يمكن إقصاء أحد وما شابه، وثم نبدأ البناء. يعني المشوار سيكون كأنما خارطة بناء والدستور، ومن هذه الخارطة البناء هي البناء للديمقراطية وللمجتمع وللنظام السياسي. نعي أنه يحتاج إلى سنين، ولكن يحتاج إلى أن نبدأ، ونبدأ على قاعدة صحيحة هي صيغة دستورية يتوافق عليها كل مكونات الشعب، الشعب وليس ما يفرضه الحكم، وليس ما يريد أن يتنازل به الحكم. أحسنت، يجب أن يكون القطار على السكة الصحيحة. نبقى مع آخر مداخلة، الأخ ناجي علي، أرجو أن تختصر، الوقت يداهمنا، تفضل. أخ ناجي علي، هل تسمعني؟ أنت على الهواء مباشرة، المجال مفتوح، تفضل. السلام عليكم. أولاً أبارك الوفاق، هذا الخطوة يعني الممتازة والجريئة. سؤالي هو عبارة عن شقين. الأول، هل تمتلك الوفاق برنامجا عمليا حقيقيا ثورة، وهل هناك جدولا زمنيا لهذا الحراك؟ إن كانت الإجابة نعم، لماذا لا يطرح هذا البرنامج على الشارع؟ الشق الثاني، هل الوفاق تمثل نبض الشارع؟ لنقل، هل تمثل الوفاق الجماهير المحتشدة لديها؟ فإن كانت نعم،
لماذا لا يترك مجال الجمهور للتعبير عن رأي الطالب الشعبية؟ أحسنت أستاذ ناجي. السؤال الأول، السؤال الأول، أولا إذا أرجع إلى نفس النقطة الأساسية اللي أثيرت عن موضوع الشباب والجمعيات والقوى السياسية، الوفاق لا تريد أن تحتكم هذه الثورة وهذه الحركة، وأنا أقول أنها ثورة وليست حركة، ولكن هناك من يحاول أن يعترض فنقول لها حركة، انتفاضة، سميها ما شاء، هي ثورة حقيقية تريد أن تغير هذا النظام السياسي المستبد إلى نظام سياسي يحتضن كل أبنائه. لأننا لا نريد أن نحتكر العمل السياسي ولا نريد أن نحتكر هذه الثورة، نحن لا نفرض برنامجنا على أحد ليمشي وكأنما هو هذه خارطة الطريق للثورة. نحن نطرح برنامجنا بالفعاليات، نتحدث، لدينا مؤتمرات صحفية، لدينا رؤى ننشرها، لدينا تحالفات، تحالف وثيقة المنامة وتحالفات أخرى، الجمعيات السياسية، ونتحرك من هذا المنطلق. أينما يكون هناك عوامل مشتركة، لو اليوم القوى السياسية الغير معارضة وانطلاقا من رؤيتها السياسية مثلا تقول أننا نريد أن نتقدم خطوة إلى الأمام، ونحن يمكن أن نبادر أيضا على هذه الرؤية التي بها مشتركات 80-85%، سنتعاون معهم، سنتحالف معهم بأي صيغة. فهذا الجواب على السؤال الأول، لا نريد أن نحتكر هذا العمل وهذه الثورة وأجندة الثورة، ولكن ممكن أن نساهم في يعني مساهمات في برمجة بعض الأنشطة التي يمكن أن يتفاعل معها جمهور كبير من الساحة البحرينية. وهذا يذهب بي إلى السؤال الثاني، أن هل فعلا أن الوفاق تمثل غالبية الجماهير أو بصيغة أخرى هذه الجماهير، ولماذا لا تسمح لهذه الجماهير أن تعبر؟ هناك مفهوم في القيادة أن أنت تقاد أو تقود، فإذا أنت تريد أن تكون في قيادة جماعة معينة وأن تنقاد بكل الشعارات التي ممكن أن تنطلق بوعي وممكن أن تنطلق بعفوية، فإذا جمعت 100,000 أو 200,000 وكل واحد من هؤلاء له نفس الحق الذي للآخر، فأنا أخذ رأي من؟ رأي هذا أو رأي ذاك؟ هناك من يطالب بهذا المطلب ويرفع هذا الشعار، وهناك من يطالب. أنا من موقع المسؤولية ليس فقط أتناغم مع الشارع، لو قال الشارع اليوم أنا أريد أن أذهب إلى الحرب وأنا أشعر أن هذا الخيار خيار خاطئ، أين موقعيتي كقيادة تحافظ على حقوق هؤلاء ومستقبل هؤلاء، وكيف أنصحهم أن هذا الخيار خيار لم يكن واعيا أو خيار قد يكون يؤدي إلى الانتحار؟ لا أريد أن أصادر، قد يقول لي الشارع أنا أريد أن أذهب إلى الحرب، أنت تقول لا تريد أن تذهب إلى الحرب، وأنا أذهب بمفردي إلى الحرب، يعني الشارع يذهب، لا أستطيع إلا أن أنصح هذا الشارع أن هذا الخيار هو ليس الخيار المناسب أو ليس الوقت المناسب لهذا الخيار. في الحراك الشعبي في كل الدنيا تحتاج إلى تراكمات، قد يكون المطلب حق ولكن توقيته ليس اليوم، توقيته بعد أن تستنفد خطوات معينة وتكشفها للعالم، بحيث أنك عندما تأتي إلى خيار آخر العالم يقول أنك استنفذت كل الخيارات، ولذلك يساندك في خيار التصعيد ويساندك في خيار التصعيد السياسي أو التصعيد الميداني. مثلا أن السلطة الغبية الآن تحاصر المسيرات في كل مكان ونحن نوثق عليها، وقلنا ذلك لا نكشف سرا، نحن نوثق عليها ونتخاطب مع المجتمع الدولي إلى أن نصل إلى أننا بعد فترة من الإقناع العالمي أن هذه السلطة تقمع حرية التعبير، لو أخذنا خيار آخر نكون مسندين هذا الخيار إلى أنه جاء بعد تراكمات وبعد فشل السلطة في أن تتجاوب مع كل المبادرات، ومنها الحوار أيضا. نحن عندما نقول نريد الحوار نريد الحوار نريد الحوار، لعلني قلت ذلك،
هل يتوقع الآخرون أننا سنقول نريد الحوار إلى ما لا نهاية وهي تصد عن الحوار؟ أكيد سيأتي وقت، لم يأتي وقته الآن لأنه لم تنضج. الآن الاستعجال في القول أننا لن نذهب إلى الحوار، المجتمع الدولي أول من سيقف ضدنا، أنتم ترفضون الحوار. نحن سنترك السلطة إلى مساحة من الإقناع بأننا نثبت ونجحنا أننا نثبت أن السلطة هي التي ترفض الحل السياسي وترفض الحوار. هذا برنامج القيادة وهذا مسؤولية القيادة تجاه الجمهور، وليس مسؤولية القيادة تجاه الجمهور أنها تتعاطف مع ما كل ما يطرح وإن خالف قناعاتها. القيادة المسؤولة هي التي تستطيع أن تقول أمام الجمهور أن هذا الخيار لا يحقق مصلحتكم وأن هذا الخيار سيؤذيكم، وهذا أنا ما أقوله. لن نفرض على المجتمع والجماهير، ولكننا قادرون على من خلال الثقة، واثقون في جماهيرنا والجماهير واثقة في قيادات الوفاق وخلف قيادات الوفاق أنها ستأخذهم إلى الطريق الصحيح. إلى أختم بهذا، إلى هذا العنوان: البحرين التي نحب أن يعيش فيها كل مواطن وكل مقيم بأمن وعدالة وسلامة، وأن يكون هناك تعايش. لا نريد أن تكون هناك تراكمات لأحقاد من خلال العنف ومن خلال ما شابه، لأننا لم نتحدث عن العنف، أن العنف يولد الأحقاد التي تحتاج إلى ثلاثة أجيال لتنساها. فإذا ذهبنا إلى خيار العنف والذي نحاول أن نجتث أي أحد يحاول تفكير في الذهاب لخيار العنف، لأننا نريد أن نتعايش، نريد أن يطمئن كل طفل وكل امرأة وكل شاب وكل كهل من طائفتنا، أتحدث بالعنوان الطائفي، ومن الطائف الأخرى، لأننا لا نريد أن نبني أحقادا، نريد أن نبني وطنا للجميع. من يريد أن يبني وطنا للجميع أكيد لا ينتهج سبيل يسبب تصدعات وتشققات وأزمات اجتماعية في المستقبل. هذه البحرين التي نحب بهذا الشهر الفضيل نسعى إن شاء الله، ونسأل الله أن يحقق أماني هذا الشعب وأن يعقل هذه السلطة وأن يكف عنا أذى الموتورين فيها، وأن يلهم هذا الشعب الصمود والاستمرار. وإن شاء الله لن تنقطع الفعاليات في شهر رمضان، ولكن انتظرونا إلى ما بعد شهر رمضان. شكرا جزيلا أستاذ خليل إبراهيم على هذه على قبول الدعوة وعلى هذا التفاعل، وأيضا نشكر جميع المتصلين والمتفاعلين معنا، ونعتذر عن الاتصالات والأسئلة التي لم نوفق لأخذها بسبب زحمة الاتصالات. نحن نعتز بتفاعل الجماهير معنا، وإن شاء الله سوف تكون هناك فرص في الأسابيع القادمة. إلى أن نلقاكم في يوم السبت القادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.